قدم لكم هذا البرنامج برعايه سوناتراك الموعد الاقتصادي اهلا بكم اشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفقه نظيره الايراني ابراهيم رئيسي الاحد على مراسم التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات وخلال الزياره التي يجريها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بالجزائر تم التوقيع على مذكره تفاهم بين الجزائر وايران حول التعاون في مجالي النفط والغاز كما وقعت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة الجزائرية على مذكرة تفاهم مع نيابة رئاسة الجمهورية الإيرانية للعلوم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة وقعت مجموعة سوناطراك الجزائرية وشركة مداد للطاقة السعودية الاثنين على بروتوكول اتفاق يتضمن تجسيد الشراكة من أجل تقييم وتطوير مكامن الغاز الواقعه بمنطقه اليزي جنوبي الجزائر بيان عن المجموعه الجزائريه اوضح ان الاتفاق الموقع بمقر المديريه العامه لسوناطراك يسمح بتقييم وتطوير مكامن الغاز الواقعه جنوب الجزائر حسب نظام الوتيره السريعه المصدر ذاته اكد ان الطرفين ناقشا على هامش مراسم حفل التوقيع افاق التعاون بين الشركتين في ميدان استكشاف وانتاج المحروقات على وجه الخصوص اضافه الى مجالات اخرى من سلسله قيم النفط والغاز استقرت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى هذا العام بعد أن مددت أوبك بلاس تخفيضات الإنتاج وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت في أولى جلسات هذا الأسبوع إلى 83.61 دولارا للبرميل بعد صعودها 2% في الجلسة السابقة واستقر سعر الخام القياسي الامريكي غرب تكساس الوسيط قرب سقف ثمانين دولارا بعد ان بلغ تسعه فاصله سته وثمانين دولارا في جلسه الاثنين وكانت منظمه البلدان المصدره للبترول وحلفائها قد مددت خفض الانتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهايه جوان المقبل أعلنت الجزائر الأحد تمديد خفضها الطوعي الإضافي لإنتاجها النفطي ب 51 ألف برميل يوميا للربع الثاني من العام الحالي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلاس بيان لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أوضح أن إنتاج الجزائر سينحصر عند 908 ألف برميل يوميا حتى نهاية جوان المقبل دعما لاستقرار السوق قبل إعادة كميات الخفض الاضافي تدريجيا حسب اوضاع السوق، المصدر ذاته اوضح ان الخفض الطوعي يضاف الى خفض اخر اقرته الجزائر ب 48 الف برميل يوميا سبق ان اعلنت عنه الجزائر في افريل الماضي والذي سيستمر حتى نهايه ديسمبر القادم، وياتي هذا الخفض الطوعي الاضافي لتعزيز الجهود الاحترازيه التي تبذلها دول اوبك بلس بهدف دعم استقرار اسواق البترول وتوازنها. اتفق أعضاء تحالف أوبك بلاس على تمديد الخفض الطوعي للإنتاج أو لإنتاج النفط بواقع 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري ويشكل هذا الاتفاق دعما إضافيا للسوق وسط مخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي وتزايد الإنتاج خارج المجموعة واعلنت السعوديه تمديد خفضها الطوعي بواقع مليون برميل يوميا حتى نهايه جوان المقبل ليظل انتاجها عند حوالي تسعة ملايين برميل يوميا فيما ستخفض روسيا انتاج النفط وصادراته بواقع 471 الف برميل اضافي يوميا في الربع الثاني من العام الجاري واعلنت كل او كل دوله من الاعضاء في اوبك بلس تخفيضاتها بصوره فردية، ثم أصدرت أوبك, أوبك بيانا في وقت لاحق أكدت فيه أن إجمالي الخفض يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا أعلن نائب رئيس الغرفة الإيرانية السورية المشتركة علي أصغر زابرداست أن المركز الإيراني وافق على تأسيس بنك إيراني سوري مشترك وأصدر الرخص اللازمة وأضاف زابرداست في كلمة خلال مؤتمر التعريف بفرص الدخول إلى السوق السورية أن الاتفاقيات بين إيران وسوريا تتم من قبل الحكومات ولكن القطاع الخاص ينفذها واشار الى موضوع التحويلات الماليه باعتبارها اكبر عائق في مسار تقدم التجاره الايرانيه السوريه معربا عن امله في حل هذه المشكله من خلال انشاء بنك مشترك الاتفاقيات بين ايران وسوريا تتم من قبل الحكومات ولكن القطاع الخاص ينفذ لقد عقدت الغرفة المشتركة بين البلدين العديد من الاجتماعات خلال السنوات الاخيرة، أتطلع إلى اقتراب أمد تنفيذ هذه الاتفاقات. التحويلات المالية أكبر عائق في مسار تقدم التجارة الإيرانية السورية، أمل في حل هذه المشكلة من خلال إنشاء بنك مشترك. قيمة واردات سوريا من المنتجات الإيرانية بلغت نحو خمسة مليارات دولار. في حين تستورد إيران منتجات سورية بقيمة تتراوح بين 250 و 270 مليون دولار أكد المتحدث باسم البرلمان الصيني لو يان أن لدى القيادة الصينية ثقة كبيرة في أن اقتصاد البلاد سينتعش وفي تصريح قبل افتتاح البرلمان دورته السنوية قال لو إن الاتجاه الأساسي للانتعاش في الاقتصاد والنمو على المدى الطويل لم يتغير مرحبا بالرعاية الأجانب والشركات والمنظمات للقيام بأعمال تجارية والاستثمار وإجراء التبادلات في الصين <applause> لقد التزمت الصين بالسياسه الوطنيه الاساسيه للاصلاح والانفتاح وتطوير العلاقات الخارجيه وتعزيز التبادلات الوديه ترحب الصين وتجتذب الرعايا الاجانب والشركات والمنظمات للقيام باعمال تجاريه والاستثمار واجراء التبادلات والتعاون في الصين في هذا الصدد لم يتغير موقف الصين ولن يتغير ابدا لا يزال باب الصين مفتوحا للعالم ولن يتم إغلاقه مع فتح الباب يمكن للعالم أن يدخل الصين ويمكن للصين أن تصبح عالمية قال مدير مكتب الاتصال مع روسيا في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أوليغ كوبياكوف أن التصعيد بالبحر الأحمر يؤثر سلبا على تجارة الغذاء العالمية ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وقال كوبياكوف بحسب وكالة تاس الروسية أن تكلفة استئجار سفينة للسفر في هذا الطريق تضاعفت أربع مرات تقريبا بينما انخفضت حركة البضائع بنسبة 30% في الوقت الذي ترفض فيه شركات الشحن تسليم البضائع عبر البحر الأحمر ختام هذا الموعد الاقتصادي شكرا لكم وإلى اللقاء قدم لكم هذا البرنامج برعاية سونتراك